تحت شعاره والصاحب ايه عند صاحبه واقف على الخط، تعالى معلم واقف على الخط، عايزني العبك بفريق شاب ومنتخب اولمبي العبك بيه، عايز تقف على الخط يا لورينت ما عنديش اي مشكله. هيرفي رينارد خد قرار ان هو هيشارك بالمنتخب الاولمبي السعودي في بطوله كاس العرب، تمام ما فيش اي مشكله. هل انت هتقود الفريق؟ لا، هسيب السيد لورينت بواندي المساعد بتاعي هو اللي يقود الفريق ويهبط فيهم زي ما هو عايز يهبط. ماتش 4 2 3 1، ماتش 4 3 3، ماتش 3 4 2 1، احنا جايين يا باشا نعك. ليه يا عم هيرفي كده؟ صاحبي عايز يقف على الخط، خلاص يا هيرفي وقفه على الخط، مفيش اي مشكله. مش انت تمام؟ اه تمام الحمد لله، احنا مركز اول في تصفيات كاس العالم ومصدرين مجموعه الحمد لله، مجموعه فيها استراليا وفيها الصين، احنا الحمد لله رب العالمين، وكمان معانا اليابان، يعني مفيش اي حاجه خالص تقول لنا ان احنا نروح نضيع وقتنا في كاس العرب، جدولنا مضغوط. ما كلنا جدولنا مضغوط، يعني ما كلنا سواء الجزائر او مصر او تونس او المغرب كلنا جدولنا مضغوط، يعني جت على الجدول بتاعك انت بس اللي مضغوط. يعني المنتخب السعودي كنا منتظرين ان هو يكون واحد من المنتخبات الاسيويه او من عرب اسيا اسف، ان هم يكونوا جايين اقوياء جدا في البطوله بجانب اسم كبير زي المنتخب العراقي، بس المنتخب العراقي عنده مشاكل الفتره دي. فخسرنا احنا العراق وخسرنا السعوديه دلوقتي بسبب قرارات غريبه جدا انا شايفها بصراحه، لان انت مع احترامي ليك كهيرفي رينارد او كلورينت بواندي، انت مش تاخد ولا لعيب من اللعيبه دي معاك فريق اول، يبقى انت ليه بتلعب بطوله كامله بلعيبه شباب؟ مش فاهم بصراحه. هل انت اول ما شفت المغرب معاك في المجموعه اتخضيت؟ والله وارد، وارد جدا، يعني وارد انك تكون اول ما شفت المغرب جايه لك قلت لا لا ما ينفعش ان انا اتغلب قدام المغرب، وخصوصا ان هو عمل تصريح قال لك انا اللي مسؤول على القرار، انا خدت قرار ان احنا مش هنشارك بالمنتخب الاول. ليه يا عم هيرفي؟ قال لك ان انا كل بطوله بخشها بهدفي المركز الاول. والمغاربه عارفين لك موضوع المركز الاول ده كويس قوي. حقك يا معلم وقول اللي انت عايزه. طب المنتخب المغربي الناحيه الثانيه، المنتخب المغربي الناحيه الثانيه السيد حسين عموته قرر ان هو يا جماعه مين عندنا ما شاركش؟ مين لسه ما لعبش؟ عبد العالي المحمدي الحارس ما لعبش؟ العب يا معلم. في داري المساك ما لعبش؟ العب انت وبفتيني جنب بعض، ونهيري هيكون مستمر وهنلعب الناحيه الثانيه بالمساوي، وهغير بقى بسم الله ما شاء الله الخط اللي قدام بتاع نص الملعب كله والخط الهجومي. هحط فتوحي ومعمر والحسوني وقدامهم فوزير، او مش فوزير، فوزير والبركاوي وسفيان رحيمي، وبسم الله ما شاء الله. يعني الماتش يعني كان في حاجه غير طبيعي تقريبا كده المنتخب المغربي النهارده، يعني اه ما فيش تجانس، اه العناصر دي بتلعب، بس العناصر دي برضو يشكر عليها السيد حسين عموته ان هو عطل كل الفرقه، لان في ناس زي كابتن حسين عموته كتير بتقول لك انزل الماتش الاخير اكسب سكور ابعت رساله للخصم. لا، الراجل لعيب كره قديم، عارف ان في لعيبه اللي ما بيلعبوش وشهم بيتقلب، فراح جايب الناس اللي ما لعبتش خالص وحطها جوه الملعب وعادي، ما عنديش اي مشكله ان انا انزل الاعب منتخب اولمبي سعودي، ما عنديش اي مشكله، بس مشكلتي ان الكلين شيت بتاعي يروح وان انا ما سجلش. فكنا شايفين ان المنتخب المغربي كان بيحاول على قد ما يقدر ان هو يخش في المباراه بدري بدري ويسجل، بس كان في حاجات كتيره قوي ناقصه، انسجام وشغل كتير كان ناقص، لان انت برضو هترجع تاني وتالت وتقول ان الفرقه الشق الهجومي ونص الملعب بعاد عن ان هم يشاركوا مع بعض، فالموضوع كان ضايع خالص بالنسبه للمنتخب المغربي، لحد ما بيقدر المنتخب المغربي عن طريق كريم البركاوي ان هو يحصل على ضربه جزاء ويخش ويسجلها، علشان المنتخب المغربي ينهي الشوط الاول اللي كان سيء فيه هو المنتخب السعودي بهدف اول، علشان خاطر الناس كلها بقى يلا معلم بسم الله ما شاء الله المنتخب السعودي هيرجع كده في الجيم بقى، ولورينت بواندي هيعبكر بقى. لا، بواندي اختار حرفيا اللعيبه اللي شغاله عنده راح مغيرها، يعني بواندي بسم الله ما شاء الله اتحسب فاول، الكره ما كانتش فاول اساسا، بس الفار قال ده عليه في ضربه جزاء، يا جماعه الكره مش فاول اتحسبها ضربه جزاء ازاي يا جماعه؟ عيب قوي اللي بيحصل ده. فالحكم قال لك لا، الكره ما فيهاش حاجه للمنتخب السعودي، علشان نلاقي الكابيتانو لورينتي بيقرر ان هو يغير العمار. العمار هو اللعيب الوحيد في السعوديه اللي كان ممكن مربط الخطوط شويه في عز ما اللعيبه مراقبه الموقف، لعيبه المنتخب السعودي جم متضرر نار، قلت لهم بص عايزين نلعبكم انتوا في كاس العرب قدام منتخبات فرس ومنتخبات اقوياء ومنتخبات جايه من عرب افريقيا اقوياء او شمال افريقيا اقوياء، اللي هو يا جماعه في عك كتير حصل بجانب بيوم القرار بتاع السيد هيرفي رينارد ان هو يلعب بالمنتخب الاولمبي السعودي. المنتخب الاولمبي السعودي مظلومين، اللعيبه كلها مظلومين، اللعيبه كلها اتظلموا في العك اللي حصل ده، اللعيبه طبيعي انك تلاقي منظرهم داخل بطوله سيء وتلاقي انهم مسجلين هدف واحد بس في 3 ماتشات، لان هم عندهم مدرب بيتعلم، لان زي ما قلت لك هتنهي الفيديو برضه نفس الكلام، ان الراجل صاحب ليه عند صاحبه واقف على الخط، جبتك وقفتك على الخط مفيهاش اي مشكله، ترجع تقف جنبي زي الجزمه كده، وفي الاخر اوعى تفكر انك تتدخل فنيا، لان انا سبت لك كاس العرب لبست الفرقه في الحيط. اما المنتخب المغربي
فمعروف يا باشا كابتن حسين عمود لم اللعيبه وقال لهم بصوا يا رجاله الفرقه كلها الاساسيه اللي معايا هنقعد نتفرج على ماتش الجزائر والمغرب عشان نقعد نتكتك ونشوف احنا جايين نلاعب مين بالصلاه على النبي، ونقعد بقى نركز مع بعض عشان اللي جاي ضرب نار بجد، فنقعد احنا نركز النهارده ونسيب الفرقه اللي ما لعبوش يلعبوا ويكسروا الدنيا النهارده. وقد كان عزيزي، المباراه خلصت 1-0 لفوز المنتخب المغربي بهدف كريم البركان وضربه جزاء، والحمد لله عدت على خير. هارد لك للاشقاء السعوديين اللي اعترضوا على قرار هيرفي رينار، والف الف مبروك للاخوه في المنتخب المغربي، ونتمنى ان المنتخب المغربي يستمر على الوتيره العاليه اللي هم بيقدموها في الملعب. ان اعجبك هذا الفيديو اعمل لايك، ان لم يعجبك اعمل ديسلايك، في الحالتين لا تنسى الاشتراك في القناه لان اخيك نفسه يوصل 15000 قبل ما يخلص كاس العرب.